ترى اللي جاينا الحين في 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 الفيفا العن، واللي سواه امس في 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 الجمعيه العامه امر مستغرب وامر خطير جدا. اللي قام فيه جياني ان يلقي كلمه ويحث فيها الجمعيه العموميه ويدلس في معلومات بان الحكومه دخلت في مباحثات مضنيه مع الامم المتحده، والامم المتحده لن تصل الى نتيجه في ايجاد حل بالنسبة لمشكلة الرياضة الكويتية. هذا كلام خطير وهذا تدليس على على الجمعية العامة. الأكثر من ذلك، اليوم رئيس لجنة التحقيق المستقلة في 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 الاتحاد الدولي أعلن استقالته، سكال المحامي سكالا المحامي السويسري. ليش أعلن استقالته؟ لأن قرار الجمعية العمومية، شوفوا لاحظ ها لاحظ عشان نربط، قرار الجمعية العمومية جاء بعد التصويت على إيقاف الكويت. ها؟ قرار الجمعية العمومية شنو؟ إيش قال؟ أن أرجع حق انتخاب أو اختيار أعضاء لجنة الأخلاق ولجنة التحقيق المستقلة، ها؟ ولجنة إلى مجلس الفيفا، المكتب التنفيذي سابقا، مجلس الفيفا بشكل، وبالتالي هذا المجلس الآن سوف يصبح هو المتحكم بمن يجب أن يكون لهم حق الرغابة عليه. هذا كان بعض الأعضاء يريدون أن يعني يحصلون على هذا القرار، وحصلت المساومات داخل اجتماع المكتب التنفيذي بأن من يريد هذا عليه أن يعطينا القرار الأول وهو تأييد إيقاف الكويت.